السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم ألف عافية. الآن نحن في مدينة بومبي الشاطئ المتفجر، هذه المدينة الجميلة التي تعد من أكبر المدن الاقتصادية في الهند وأوسعها نشاطا معماريا وكثافة سكانية. هذه المدينة التي تشتهر ببحرها الجميل و ناطحات السحاب الرائعة التي تمتد إلى 70 طابق في بعض المناطق. هذه هي منطقة بندرا بومبي الهند، والآن الجو يبدو رطبا جميلا. ننتظر الشتاء وسخات المطر بعد قليل بإذن الله سبحانه وتعالى، لأننا في الأمطار الموسمية، وبومبي معروف عنها إنها يعني بالأمطار الموسمية يهطل بها المطر بكثافة. سلام يا سلام يا سلام، هذه هي بومبي. وهنا أنا مراد السعودي الترحال بدون قيود، يعطيكم ألف عافية. من الطابق 21 بندرا بومبي، السلام عليكم.